وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يرسل عبارة أقسم بالله أني سوف أنشر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في 3 جروبات، لا تنسى أنك أقسمت بالله يترسل وتصوم 3 أيام. نقول هذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، لأن ليس معنى الإنسان إذا قرأ هذه الرسالة أنه يصوم 3 أيام، إنما هذه على من أرسلها، على من أرسلها هو الذي إذا كتب ذلك وقال أقسم بالله المرسل لها في الابتداء، أما الذي يقرأها فليس عليه هذا الحكم، فليس عليه هذا الحكم، كمن أتته رسالة فيها مخالفات شرعية فقرأها فلا يتلبس بهذا الحكم ولا يتلبس به إلا إذا أيقنه وتيقنه واعتقده. ثانيا نقول أن مثل هذه الرسائل لا تسوغ، مثل بالله عليك، أقسم بالله، إلى غير ذلك، جعلتها أمانة في عنقك، إلى غير ذلك، بل ويزداد الإثم لما يقول أمانة عليك تفعل كذا. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من حلف بالأمانة، لأن الحلف بالأمانة لا يجوز، فمثل هذه الرسائل كلها لا تصح، وينبغي للناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن لا يفتروا على الله كذبا، والله أعلم.